ده صباح الفل عليكم جميعا اخواتي واصدقائي الاعزاء متابعين برنامج اول النهار على قناه الصحه والجمال. كل عام وحضراتكم بخير، طالعين معاكم لتاني يوم من عام 2020. طالعين بنقول لكم بكل حب وسعاده وهنا، رب تكون سنه سعيده علينا وعليكم جميعا يا رب، وربنا يتممها على خير وتبقى سنة كلها خيرات وكلها إنجازات وكلها سنة مباركة على الأمة الإسلامية وعلى كل سائر الوطن العربي. طالعين النهاردة وقلت أطلع معاكم قبل ما تكون معانا ضيفتنا الدكتورة دعاء عامر، طبيب الجلدية والتجميل والترميم، اللي هتكلمنا ايه الفرق بين الجلدية وايه الفرق بين الترميم، واللي معاها جايلنا ومعاها مفاجأة جميلة النهاردة بالنسبة للاتصالات في البرنامج. حابين في الاول ان انا اهنئ المحاسب احمد خشانة امين حزب مستقبل وطن بالسويس على الثقة من رئيس الحزب للمرة الثانية، امين حزب مستقبل وطن بالسويس. التشكيل نزل امبارح، كان مفاجاه للجميع بمحافظتي محافظه السويس، حاجه مشرفه فعلا، قياده واعيه، قياده عارفه كويس قوي مصلحه الشارع السويسي محتاج ايه. في البدايه وقبل اي حاجه عايز اتكلم معاكم شويه في موضوع بيهمنا جميعا، ظهر بعد الثوره موضوع الجمعيات الأهلية والكاتولات ومجموعات كبيرة. وقبل ما نبدأ كلامنا معانا على الهواء الأستاذ المحاسب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، كل سنة وحضرتك طيب أستاذ أحمد. وحضرتك طيب يا أستاذ سعيد. ألف مبروك على ثقة المهندس أشرف رشاد للمرة الثانية كأمين حزب مستقبل الوطن بالسويس، وكانت مفاجأة للجميع على التشكيل القوي في الشارع السويسي. حابين نقول لحضرتك بإذن الله دور الحزب في الشارع السويسي الفترة اللي جاية إيه؟ أولا صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وشعب مصر كله خير، وكل سنة وشعب السويس بخير، وإن شاء الله إحنا انتهجنا نهج في حزب مستقبل الوطن محافظة السويس، وهو العمل الخدمي أولا قبل العمل السياسي. دايما المنهج بتاعنا إن إحنا نشتغل عمل خدمي بناء عشان نعرف نشتغل سياسة بناءة بعد ما شفنا كلنا السياسة الهدامة ما بعد ثورة 25 يناير. ولكن احنا ماشيين بنهج العمل الخدمي، الناس اهم حاجه عندنا، خدماتها اهم حاجه عندنا، وان شاء الله باذن الله شعب السويس هيشوف جهد كبير جدا من حزب مستقبل الوطن على ارض الواقع الفتره الجايه. حضرتك اشرت الى التشكيلات بتاعت حزب مستقبل الوطن اللي ظهرت امبارح، بتجمع ما بين القامات والخبره والشباب، وده ان شاء الله هيبقى ليه مردود قوي جدا في العمل الخدمي على ارض الواقع ثم العمل السياسي الفتره القادمه باذن الله. حضرتك في ظل وجود محافظ قوي موجود في الشارع السويسي ونائب محترم سياده اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والنائب عبد الله رمضان، حابين حضرتك وشايفين في تجددات كتيره جدا بتتم في الشارع السويسي. طبعا في مشاركات كتير قوي بيتم للحزب، وخصوصا في من ناحيه التثقيف السياسي للشباب والتوعيه في مجال المراه. وبالنسبه للقطاع الريفي كان معانا امبارح مبادره من شباب الجناين واشادوا بدور المحافظ في الموضوع. الفتره اللي جايه بالنسبه للقطاع الريفي ايه اللي ناوي حضرتك يتم بالنسبه للحزب في القطاع الريفي؟ والله احنا طبعا بفضل الله اولا ثم بفضل القياده السياسيه لمصر وهي الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، احنا دايما متعودين منه انه لما بيختار اي قيادات تمسك المحافظات او على المستوى الوزاري بتبقى قيادات ذات وعي عالي جدا للمجال الخدمي، وبتبقى عندها القدره للفعل الجاد على ارض الواقع. اختيار السيد عبد المجيد صقر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ده كان امل لينا وحلم لينا بنحلم بيه من ايام
ايام اللواء تحسين شنن كان محافظ السويس، واللواء بيتمتع بنفس الحب اللي كان بيتمتع به اللواء تحسين شنن. ليه؟ لانه راجل شغال، راجل فعال، راجل صاحب افعال وليس اقوال. طبعا اللي شهدته السويس السنه اللي فاتت دي كلها على يد اللواء عبد الجيد حاجه طفره غير عاديه. السويس على قد ما هي بيتعمل فيها تجديدات وبيتعمل فيها طفره في البنيه التحتيه، بيعمل بالتوازي ما بين ان انا بقوم ببنيه تحتيه قويه وانشاء مشاريع قويه جدا بتتعمل في السويس الفتره ديت، خدت كتير جدا من شباب السويس وقللت من البطاله من شباب السويس، وده هو الهدف السامي لاي قياده سياسيه محترمه. ان شاء الله السويس على قد اللواء عبد المجيد طارق هتبقى مدينه، انا دايما بقولها انها هتبقى مدينه عالميه وليست مدينه محليه داخل جمهوريه مصر العربيه. كل سنة حضرتك طيب، وألف مبروك للمرة الثانية، وشرفتني في البرنامج، ودايما في نجاح وإصدار بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب، وشعب مصر وشعب السويس بخير، ودايما السيد أنا يعني أظل وأقول إن أنت شخصية محترمة جدا، أنا بحبك لأني فعلا تدخلك الخدمي في الفترة اللي فاتت دي باين على أرض الواقع جدا، وبتشتغل على المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية. تحياتي وتقدير لشخصك. ربنا يخليك يا فندم، مشاهدة أعتز بيها من حضرتك. شكرا. اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. امبارح كان تم عمل بروتوكول تعاون بين معهد القومي لعلوم البحار والمصايد وجهاز شؤون البيئه، وكان بحضور السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وكان وجود الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه. معايا على الهاتف الاستاذ الدكتور شوقي سبع رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، هيكلمنا على موضوع البروتوكول. البروتوكول طبعا ده بيتم من خلال روح التعاون اللي احنا طبعا متعودين عليها واللي شايفينها بتتم في من خلال الوزارات في تبادل الخبرات في والمشروعات والدراسات البيئيه. شايفين معهد علوم البحار بيقوم بدور كبير جدا الفتره اللي فاتت، وخصوصا في مجال التلوث البحري. ومعانا على الهاتف الاستاذ الدكتور شوقي سبع رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا سيد. مجهود كبير بيتم في معهد القومي لعلوم البحار والمصايد تحت رعايه السيد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار. وكان في تم عمل بروتوكول تعاون بين المعهد وجهاز شؤون البيئه، استاذن حضرتك ممكن تكلمنا عنه؟ هو بالفعل تم توقيع بروتوكول تعاون امبارح بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وجهاز شؤون البيئه تحت رعايه دوله معالي رئيس الوزراء وبحضور معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ومعالي وزيره البيئه. البروتوكول طبعا المعهد من اهم ادواره، المعهد طبعا يعني له اربع فروع رئيسيه، هو فرع اسكندريه وفرع السويس وفرع الغردقه وفرع المياه الداخليه، منتشر على المسطحات المائيه كلها. بيهتم المعهد بدراسه البيئه المائيه ومعالجه الملوثات و دراسه البحيرات المصريه كلها. فعندنا تعاون مستمر مع جهاز شؤون البيئه للمحافظه على البيئه المائيه المصريه. حضرتك الدور بالنسبه كل سنه وحضرتك طيب سنه 2020 مصطفى السلام معهد علوم البحار في 2020 محضر لنا ايه ان شاء الله في الاجنده الخاصه بيه؟ ان شاء الله باذن الله في بروتوكولات تعاون مع طبقا لتعليمات القياده السياسيه ان الجميع يعمل في منظومه واحده. في بروتوكول تعاون انفعال مع جهاز شؤون البيئه لدراسه البحيرات المصريه لاهتمام القياده السياسيه بالموضوع، وعندنا موضوعات متعدده في الاستزراع السمكي، في انتاج مواد جديده من الكائنات المائيه سواء البحرية أو بيئة المياه العذبة. عندنا دراسة لبحيرة ناصر، دراسة لنهر النيل،
فاحنا عندنا موضوعات متعدده، والمعهد بيقوم بيها في ظل وجود عدد كبير من الخبراء في المعهد. المعهد كمان بيتعاون مع جهات اخرى كثيره في كل المشروعات القوميه، المعهد بيتعاون مع اجهزه الدوله المختلفه. كل سنة حضرتك طيب ودايما في تقدم للمعهد في وجود حضرتك وسيادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار اللي تم تجديد الثقة ليه خلال التغيير الوزاري اللي فات. شكرا طبعا لحضرتك يا دكتور. طبعا بن بن يعني بننتهز الفرصة ونهنئ مع الوزير الدكتور خالد عبد الغفار في تجديد ثقة القيادة السياسية فيه، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، بنهنئهم وبنجد، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه حضرتك طيب وسعيد بمداخله حضرتك. شايفين الدور اللي بيتم في القياده السياسيه هو ده الدور الايجابي اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده اللي احنا منتظرينه من قياده واعيه فاهمه كويس قوي اللي بيتم فيها، وخصوصا ان مجال البيئه، مجال البيئة اللي كان مهمش جدا، اللي كان آخر حاجة بنتكلم فيها موجودة معانا اللي هي كانت البيئة، كنا في معاهد كتير وفي وزارات كتير ما كانش بيبقى دورها دور مهمش. دلوقتي شايفين الخبرات بقت تظهر في مجالات مختلفة، الدولة مش شايفة أي ثغرة موجودة، فاضل بس دورنا احنا كشباب ان احنا نقول، وانا بقول شباب ان انا لسه برضك شباب لسه ما عجزتش، شايفين ده الدور اللي احنا منتظرينه من الشباب. مش كل مجموعه اللي انا اتكلمت عليها في الفقره الاولانيه ان الجامعات الاهليه كل جامعه كل اتنين راحوا عملوا جمعيه، اختلفوا واحد راح عمل جمعيه تانية، لا شايفين برضك حزب مستقبل وطن نازل تشكيل محترم ابتدى ينزل على ارض الواقع زي ما قال المحاسب احمد خشانه، احنا بداوا مجال خدمي بعد كده هيبتدي المجال السياسي والتثقيف السياسي للشباب بحيث يتم جذب شباب للحزب. لا هو ده التفكير الواعي والتخطيط وعمل استراتيجيه صح. لكن ان انا مثلا كل مجموعه تختلف داخلين عشان خاطر بندور على كرسي بندور على منصب نروح نعمل حزب وبعد كده نرجع تاني نتفتت وكل واحد يطلع من عضو في حزب يروح يعمل حزب تاني او يعمل حمله تاني ويطلع من الحمله يعمل حزب، لا الكلام ده مش صح، الكلام ده اسمه تشتيت، احنا بنشتت في بعض بنخون بعض بدينا كل تفكيرنا لا لازم الاول يا ريت زي ما اتكلمنا امبارح وقلنا ان مطلوب من كل واحد يبدا بنفسه ويبدا يفهم صاحبه ويفهم زميله ويفهم جماعته اللي في البيت، نقعد مع بعض نفكر تفكير صح ونخطط تخطيط صح ان احنا نبدا نقطه من اول السطر. هنطلع لفاصل وهننتظر ضيفتنا معانا الدكتوره دعاء وهنشوف محضره لنا ايه في جراحه التجميل والترميم. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني في صباح جديد في أول نهار في تاني يوم في 2020. الفقرة اللي معانا غريبة شوية، يعني أنا ذات نفسي سألت نفسي أول ما شفت التايتل الفرق بين الجلدية والتجميل والترميم. معايا الدكتورة دعاء عامر طبيب الجلدية والتجميل والترميم، وهي بقى اللي هتجاوبنا على السؤال ده. صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير، ازيك عامل إيه؟ منورنا كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله 2020 تبقى سنة سعيدة علينا كلنا بإذن الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. حضرتك بالنسبة للجلدية والتجميل والترميم ممكن نعرف الفرق بينهم ايه؟ تمام. طبعا الأمراض الجلدية دي اللي هي الأمراض الطارئة والأمراض المزمنة اللي احنا بنعرفها طبعا، زي البهاء وزي الصدفية زي الثعلبة، التانية الفطريات، الأمراض كتير جدا يعني، طبعا دي عايزة حلقات نتكلم عنها يعني. والحمد لله دلوقتي بقى ليها علاج في امراض كتير مزمنه ما كانش ليها علاج، طبعا الطب اتطور وبقى ليها علاج كويس جدا ونتائجه ممتازه يعني.
التجميل بقى، التجميل اللي هو إضافة شيء أو إزالة شيء من الوجه، يعني إن أنا بغير في الوش حاجة، ديفو بصلحه، بغير في شكل الوش، في شكل الخدود، في شكل الحواجب، ده اسمه تجميل. ده اللي هو بقى زي فيلر، بوتوكس، الخيوط التجميلية، الجراحات، جراحات شد الوجه، جراحات شد الجسم، ده كله بيخضع تحت التجميل. هو البوتوكس اللي هو بيستخدم في عمليات التجميل، اللي هو بيستخدم في التجميل وبيستخدم كعلاجات، وده هنتكلم عنه ان شاء الله. طب هي لكن ليه استخدامات علاجية؟ اه طبعا ليه استخدامات علاجية. البوتوكس اثبت وجوده واخد FDA approved ان هو بيستخدم في علاج الصداع النصفي. بيستخدم كمان في حالات إزالة التعرق الزيادة. بيستخدم في علاج اللي هو الناس عندها شد في عضلات الرقبة. بيبقى حلو جدا، وطبعا بيستخدموه دكاترة الرمد وبيستخدموه دكاترة المسالك البولية. يعني البوتوكس ليه استخدامات علاجية أكتر من إن هو مقتصر بس على التجميل. إحنا استخدمناه في التجميل لإزالة التجاعيد وإزالة آثار تقدم العمر. لكن البوتوكس علاج فعال وكويس جدا في الصداع النصفي. يعني في حالات كتير كانت بتجيلي تشتكي من صداع مستمر، بعد ما عملت البوتوكس بدا يخف معاها وبقى كويس جدا. يعني طب ايه افضل طريقه لعمليه اللي هو تقدم العمر؟ يعني بشوف الست لما تتقدم في العمر بتتم، ايه افضل طريقه بتستخدمها؟ عوامل تقدم العمر كتير جدا، وهي طبعا دلوقتي زادت قوي في الفتره اللي احنا فيها، نتيجه طبعا عوادم السيارات، نتيجه تلوث البيئه، نتيجه سوء التغذيه. وده بقينا بقى نشوف علامات تقدم العمر في سن مبكر من سن الثلاثينات. قبل كده زمان كنا بنشوفها في الخمسينات ستات ورجاله. لا دلوقتي بقينا نبدا نشوف العلامات دي في سن الثلاثين. ليه بقى؟ في ستريس طول الوقت، احنا عندنا ستريس، عندنا كمبيوتر، عندنا تلفزيون طول الوقت، في عوادم سيارات كتير جدا، في تلوث بيئه، وده حاجه ما نقدرش ننكرها. يعني في سوء استخدام للميك اب، سوء استخدام للمواد اللي احنا بنحطها على وشنا، في اهمال البشره، سوء التغذيه كمان. سوء التغذيه ده بيأثر جدا جدا على البشره، التدخين بكل انواعه طبعا. بس هو التغذيه ده مهم جدا، هنرجع له تاني. بس هناخد المداخله اللي معانا. معانا عزه من اسوان. صباح الخير عزه. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله وبركاته. معانا صباح الخير عزه. صباح الخير على حضرتك. معانا الدكتوره دعاء. سؤال حضرتك. لو سمحت عايز اسال على كلف الحمل. جربت كل المقشرات الكيميائيه كلها وبيرجع تاني. فعايزه اعرف هو فعلا في حاجه ما تخلوش يرجع تاني؟ طيب هو حضرتك خلصتي فتره الحمل ولا هو لسه ظاهر بعد الولاده؟ لا هو انا فتره الانجاب فعلا. نعم؟ فتره الانجاب يعني ما خلصتش. هي لسه فتره الانجاب. يعني هي لسه فتره، يعني انت لسه حامل دلوقتي؟ الحمل ده الحمل الاولاني؟ كده هو معايا من حوالي 4 سنين. يعني حضرتك بدا ظهر معاكي اول حمل وبعدين كمل معاكي؟ من اول حمل وبعد كده تاني حمل وتالت حمل. بتاخدي حبوب منع حمل طيب؟ لا خالص، ما خدتش اي وسائل منع حمل. هو ظاهر في الوش ولا في الرقبه؟ لا في الوش، في الوش وفي الجبين وفي المناخير، واكتر حاجه في الخدين. طيب ومين شخصهولك ان هو كلف حمل؟ بروح للدكاتره كتير، كلهم يدوني مقشرات، كلهم يديني مقشرات ترجع تاني. لكن محدش عمل لك تغذية للبشرة؟ لا. طيب اوكي. تابعينا يا استاذة عزة، واكيد هرد عليك ان شاء الله دلوقتي، لان هو ده في صميم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه تقريبا. استاذة عزة حضرتك سيبي رقم تليفونك في الكنترول عشان في مفاجأة لحضرتك. الدكتورة الدكتورة النهاردة حضر لنا المفاجأة من اول الحلقة، اللي اي حد هيتم الاتصال معانا هيكون في كشف مجاني وتخصيص الحاله، وبعد كده ان شاء الله بعد كده يبقى في نسبه خصم بالنسبه للحالات. صحيح الكلام ده؟ ان شاء الله باذن الله. يعني طبعا انا سعيده ان انا بكون موجوده معاكم، وبمناسبه 2020 وان شاء الله سنه تكون كويسه علينا.
عاملين طبعا اول زياره مجانيه عندنا في المركز، بتبقى زياره كشف مجاني، بنعمل بقى تحليل الجلد لعيوب الجلد كلها، وبنعمل اسسمنت، يعني حاجه زي اسسمنت بنقول لك ايه المشاكل الموجوده في الوش نقدر نصلحها ازاي وكده. في كمان خصم 20% على كل الجلسات بقى. خصم 20% ده بالنسبة 2020. اوكي صح، هي ما ظبطتهاش بس تمام. 2020 يبقى خصم 20%. طيب هنرجع بقى لموضوعنا. هي الاستاذه عزه بتتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو الكلف البشره او الاسمرار او الغمقان، وهو ده طبعا بيندرج تحته حاجات كتير جدا وده بيفرق في التشخيص، بس النتيجه واحده ان بيبقى في عندها بقع بني في الوش. البقع البني دي بتحصل علاجها مش مقشرات، العلاج الموضوع الحاله دي مش مقشرات، هي علاجها ترميم اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، اللي هو انا بعمل كورس كامل اسمه ترميم للبشره. اوكي، وده الفرق بقى بين الترميم وبين التجميل. الترميم انا بصلح عيوب البشره او عيوب الجلد بدون اضافه حاجه جديده على الوش، انا برجعه زي ما هو، لا بشيل حاجه ولا بزود حاجه. تمام. طيب كورس الترميم البشره ده بنبدا بيه ازاي بقى؟ هو بيبقى خلال ده كان سؤالنا في هو 3 شهور ل6 شهور. اوكي، على حسب طبعا كل حاله وعلى حسب استجابه المريض نفسه، ودي اللي بيقررها الطبيب. يعني اول حاجه المريض لما بيجي عندنا او الحاله، انا مش بحب اقول عليهم مرضى، انا طبعا هم حالات، الحاله بتيجي عندنا بنعمل لها فايل ليها خاص، بنعمل لها طبعا حاجه اسمها هرمونال ستادي، تحاليل شامله، نعرف بقى نسبه الانيميا، نعرف انزيمات الكبد والكلى عشان اي ادويه نديها لها ما تاثرش بالسلب عليهم. يعني بنعمل حاجه كمان اسمها اللي هو تحليل الجلد، بتدخل على جهاز بيطلع لك كل العيوب البشره، يعني ممكن الدكتور ما يكونش شايفها او ممكن الحاله نفسها ما تبقاش عارفه ايه العيوب اللي في البشره. يعني تحليل، في تحليل فعلا في جهاز جهاز ليزر تحليل يوصل ان احنا ايه العيوب اللي موجوده في الجلد. ايوه بالظبط، ايه العيوب اللي هي غير مرئيه او احنا مش اخدين بالنا منها، وطبعا ده بيساعدنا ان احنا نصلح كل العيوب اللي موجوده في البشره. بنعمل حاجه كمان اللي هي ثالث خطوه اللي هي نوتياج، ده بيبقى تنظيف عميق، بنشيل بقى منه كل الاتربه، ودي خطوه مهمه جدا، وطبعا هنا بتفرق من بشره لبشره ومن نوع من نوع جلد لنوع جلد، وده اللي بيقرره طبعا الطبيب، لازم يكون تحت اشراف طبيب وباستخدام مواد معينه وبطريقه معينه، وكل شخص يختلف عن التاني. هناخد مداخله معانا تاني. تمام. معانا سناء من السويس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا سناء. معاك الدكتوره دعاء. اهلا وسهلا. معاك يا دكتور. اهلا وسهلا. بقول لك يا دكتور، انا عندي ابني عنده 9 سنين عنده اكزيما في رجليه. تمام. بقى لي 6 شهور دلوقتي انا دايخه بيه، كل ما اروح للدكتور يقول لي دي هتفضل معاه يعني فتره طويله او مدى الحياه. والرجل من تحت يا دكتوره بطن الرجل تتفتح اكنها متعوره تعويض. تمام. وانا بصراحه مشتره دكتوره لحد دلوقتي مش عارفه اعمل له ايه. استخدمتي له حاجات قبل كده؟ كريمات كتيره، الدكاتره يديهم كريمات برضو ترطيب وكريمات مضادات حيويه برضو عشان الجرح برضو مفيش يومين ثلاثه ترجع تاني، وبعد ما لو اذا الجرح اتقفل بيعمل تشقق في الرجل، تبقى الرجل كلها متشققه. الرضاعه بتاعته كانت طبيعيه ولا صناعي؟ ايه؟ الرضاعه بتاعته طبيعيه ولا صناعي؟ طبيعيه. طبيعيه؟ يعني ما كانش عنده اي سوء تغذيه هو صغير خلال اول سنتين؟ اي لا مشاكل لا لا. قبل كده ظهرت معانا يعني بقى لنا 6 شهور دلوقتي. بقى لنا ظهرت 6 شهور دلوقتي معانا. تمام. طب ممكن بس تبعتي لنا صور واتابع مع حضرتك بعد الحلقه؟ هو غالبا حلقة. هيبقى عنده نقص فيتامينات، فيتامين اي وفيتامين والزنك. طب سناء انا سيبي رقم تليفونك واحنا هنبعت لك على الواتس. يا ريت تبعتي لي بس الصور وهتابع معاكي ان شاء الله. عندها نقص فيتامين اي ونقص الزنك، يعني هنبدا نعوضه طبعا بالحاجات دي قبل الكريمات وقبل المرطبات. هي الكريمات والمرطبات مهمه بس لازم نشوف السبب الرئيسي اللي هو نقص فيتامين اي والزنك. طب احنا لو اتكلمنا عن اثار حب الشباب والجروح
ما هو ده كله بيدخل معانا مع كورس الترميم. طبعا احنا الحاله دلوقتي بنعمل لها اللي هو التنظيف العميق، بعدين بنشوف ايه المشكله اللي عندها. في ناس عندهم اثار حب شباب، في ناس عندهم اثار جروح وحروق قديمه عدى عليها كتير فبتكون الدوره الدمويه فيها اختفت. في ناس بتبقى عندها تصبغات زي الاستاذه عزه الكلف او الميلازما، حاجه اسمها ميلازما بتبقى من الشمس في بقع غالبا بتبقى في المنطقه هنا وفي الانف، دي بتبقى من كتر التعرض للشمس. في ناس طبعا بتاخد ادويه معينه بتعمل تصبغات للبشره. في ناس بيبقى عندها اتروفي في الجلد، بدا الجلد يحصل فيه ضمور وتشققات وتجاعيد مبكره، والجلد بقى زي سن كده ضعيف جدا خفيف، دي برضو مشاكل بتحتاج ان احنا نعمل لها ترميم بشره. نكمل بقى الكورس. لا احنا نطلع فاصل بقى. اوكي طيب تمام. عشان اوكي فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا تاني مع الدكتورة دعاء عامر، هنكمل معاها كورس الترميم. هنشوف احنا وقفنا لغاية موضوع احنا كنا قلنا التنظيف العميق للبشرة اللي هو النوتياج، وده بأكد جدا جدا انه لازم نختار نوع البشرة، نعرف نوع البشرة المناسب لكل مادة بنستخدمها ومدة قد ايه، وهل البشرة دي فعلا تستحمل النوتياج ولا لا. طب المده دي بتبقى متابعه مع حضرتك ولا دي ده كله ده بيقرره الطبيب؟ هو اللي بيحدد. الكورس 6 شهور بس، ممكن احنا نبدا بخطوه غير خطوه تانية مع مريض تاني، يعني ممكن مريض نبدا له بخطوات معينه بترتيب ومريض تاني نبدا له بخطوات تانية خالص. فبعدها بقى بنعمل حاجه اسمها سكين ريسيرفسنج، يعني تجريف للبشره. تمام. ان احنا نبدا نزيل مثلا نعمل ازاله للزوائد الجلديه اللي موجوده، في حاجه اسمها سيبوريك كيراتوزيس اللي هي الزوائد التسبغيه اللي موجوده برده في البشره، ازاله للنمش، في الناس اللي عندهم نمش او تسبغات برده بنبدا نشيلها. المسامات الواسعه، في ناس اللي عندها حفر بنبدا برضو نعمل لهم زي تجريف البشره، وحاجه اسمها سبسيجن بنعمل تسليك للانسجه اللي تحت الجلد. دي بتبقى خطوه مهمه جدا وبتفرق في النتائج بنسبه 70%. طب ناخد الخطوه دي هنرجع. اوكي. استاذه رقيه من السويس. الو السلام عليكم. السويس لا نصيب. صباح الخير يا استاذه رقيه. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. صباح الخير. لو سمحتي بس كنت عايزه اسال حضرتك كم سؤال. عايزه اعرف قشره الشعر اقدر اعالجها ازاي؟ على حسب قشره الشعر، هي فطريات يعني هي قشره مزمنه معاكي ولا هي غالبا بتطلع في وقت الشتاء كمان اكتر؟ اي وقت الشتاء. اهم حاجه بتكون جافه ولا بتبقى زي لازقه في الشعرايه كده؟ لا لا جافه. يعني جافه بتطير منك كده؟ اه لا دي ما تقلقيش منها، دي بتبقى عرضيه في فتره معينه نتيجه استخدام زيوت او كريمات لزجه على الشعر مباشره يعني. والزيت ما تستخدمهوش بقى مباشر على الشعر وبعدين تسيبيه، لا الزيت لازم تعمليه حمام زيت، بتغسليه تحطيه نص ساعه وبعدين لازم يتغسل، ولازم يتغسل كويس جدا. بعدين ممكن تستخدمي هير ستايل اللي هو كريمات او سيرم او كده، الحاجات دي بتفرق كتير مع القشره، مش بتكون قشره. لازم التهويه بعد الشاور، يعني بعد الاستحمام لازم التهويه الكويسه، وممكن ندخل الاستشوار بين الشعر، مش لازم نستخدم الفرشه، لا ممكن بس الهواء بتاع الاستشوار ده برده كله بيقتل فطريات، وخاصه في الشتاء خلوا بالكم يعني الفطريات دلوقتي في الشتاء اكتر، وبيكون البيئه الرطبه او الفطريات بتحب الشعر المبلل، فاحنا بنستحمى ونلبس الحاجات اللي هي دي
فده كله بيساعد ان يتكون قشره في فتره الشتاء. لازم تدخلي هواء بين الشعر وتسيبيه مفرود شويه يعني. شكرا لحضرتك الزرقاء، تابعينا مع الدكتور. هنرجع لموضوع الترميم تاني. في ناس بتخاف من حته ان هي تشيل البشره او حد يقرب جنبيها، ده احب انصحهم بيه. ما هنا طبعا اختيار الطبيب، طبيب التجميل عموما مهم جدا جدا. اختيار الطبيب ده لازم يبقى فيه امانه، لازم يبقى فيه مصداقيه، لازم يبقى فيه يبقى بروفيشنال. يعني دي ثلاث حاجات لازم تتوفر في طبيب التجميل عشان ما ينفعش ان انت تروح للدكتور وتقول انا خايف. اكيد طبعا. يعني انت بتروح للدكتور اول حاجه بتديله الثقه. احنا معانا ارقام التليفونات بتاعت الدكتوره، معانا على تبقى موجوده معانا على الشاشه بالنسبه لحد حابب اي سؤال، برضك فيهم رقم الواتس بتاع الدكتوره لو حابين ان انتوا تتواصلوا مع الدكتوره، وهي على طول بسم الله ما شاء الله يعني 24 ساعه تحت امرك في اي وقت. عندها رد. برضك هنكمل مصممة على موضوع كورس الترميم عشان نكمله. تمام. لموضوع الخدود والشفايف وكان ده ليه خاص بموضوع الترميم ولا الخدود؟ الخدود اللي هي زي ما قلنا ده تجميل بقى. يعني ده دي انا برضو بعمله بس اخر مرحله خالص. يعني بعد ما اوصل بالبشره انها تبقى هيلسي، اوصل للبشره انها تبقى سليمه خاليه من اي عيوب، ابدا اقول للبيشنت انت بقى ايه اللي محتاجاه عشان يزود جمالك. نبدا بقى ممكن نعمل الفيلر، ممكن نعمل بوتوكس، ممكن نعمل خيوط. طبعا كل حاجه على حسب اللي بيناسب البيشنت نفسه او الحاله نفسها، وده بيبقى باتفاق بين الدكتور وبين يعني ممكن الدكتور يكون شايف حاجه ما تناسبكيش. فطبعا لازم تبقي عندك ثقه في راي الدكتور ده وتسمعي كلامه. مش كل حاجه بتناسب، وده دي اكتر حاجه بتواجهنا مع الحالات، ان انا عايزه اعمل ده عشان دي الموضه، عشان دي كذا، عشان صاحبتي عامله فيلر، عشان طب انت ممكن الفيلر ما يناسبكيش. يعني انا في حالات كتير بعمل لها سيلكشن، يعني بختار الحالات بتاعتي اللي ينفع اعمل له فيلر، وايه اللي ينفع اعمل له خيوط، وايه اللي ينفع اعمل له بوتوكس، وايه اللي ينفع اعمل له نضاره عادي. يعني ممكن اعمل لك شويه نضاره تبقي جميله، المهم ان انت تخرجي بلوك حلو من غير ما تغيري كتير قوي في وشك او ملامح الوش. طب ناخد المداخله دي معانا. معانا نور من السويس. مساء الخير. السويس، اهل السويس النهارده معانا ما شاء الله. تمام. متابعيني اهلي. مساء الخير دكتوره نور. اهلا بيكم منورين الدنيا كلها. اهلا بالبرنامج. اهلا متألقين. ربنا يخليك يا دكتور. انا كنت عايزه اسال حضرتك، الميه اللي دايما الدكاتره في التخسيس والحاجات دي بيقول لك ان انت لازم تشربي ميه كثيره 3 لتر 3 لتر ونص، هل ده بيفرق فعلا في البشره؟ طبعا طبعا جدا. هي البشره اصلا الجلد بيتكون بنسبه 90% منه ميه، وبعدها فيها هيالورونيك اسيد وفي كولاجين وفي مواد غذائيه كتير تانية، بس اهم حاجه الميه. واحنا برضه في كورس الترميم ده، يعني ما شاء الله النهارده المداخلات كلها في موضوعنا. في كورس الترميم ده بنعمل حاجه اللي هي اسمها بنعوض البشره الميه اللي فقدتها، اللي هي الميزوسيرابي بالمالتي فيتامينز، اللي هي الميزوسيرابي والخلايا الجذعيه. دي خطوه برضه مهمه جدا، بتبقى الرابعه او الخامسه على حسب نوع البشره، بتبقى مهمه جدا ان انا بحاول اعوض البشره الميه اللي فقدتها. واحنا بنفقد الميه باستمرار لان احنا بنتعرض لشمس كتير، وبنتعرض لاتربه ومضادات اكسده كتير، فده كله بنحتاج ان احنا يعني انا بقول للمريض كده، بقول له ان انا دلوقتي الجلسه دي بس عشان اعوض الميه اللي فقدتها البشره. احنا عشان قبل ما نختم عايزين نعرف نصيحه تقوليها للسيدات انت عشان تعنيت البشره. والله بس هو الجلد مراية الجسم كله، ودلوقتي احنا في عصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا والظهور اكتر، وبقى التجميل شيء اساسي، ما بقاش رفاهية. تمام. كمان التجميل بيأثر جدا جدا على الحالة المزاجية والنفسية للشخص، وطبعا ده بيخليه ان هو يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي، يقدر يعيش حياته بهابي فيس،
احنا دايما بنقول مون فيس وهابي فيس، بحب اوصل بالحاله بتاعتي، ده اكتر غرض ليا ان يبقى هابي. وفعلا بنشوف اوكي خلاص الوقت تمام. ان شاء الله باذن الله هيبقى معنا في مره ثانيه الدكتوره رعاية باذن الله. تشرفنا بحضرتك. الله يخليكم. كل سنه وحضراتكم طيبين، يومكم سعيد، والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.